طب خلوني افهم انه او افهم اكتر حول يعني حصاد هذه القمه من الدكتور طارق فهمي استاذ العلوم السياسيه. اهلا بك يا دكتور. اهلا وسهلا استاذ يوسف، اهلا سياده النائب. كل سنه وحضرتك طيب الاول. وحضرتك قبل طيب اي حاجه منور الدنيا كلها. كيف ترى هذه القمه وحصاد هذه القمه؟ هو بالتاكيد زي ما حضرتك اشرت واتكرمت سياده الرئيس، الكلمه كانت كلمه شامله وحاويه، وتحليل مضمونها بيركز على تقديم روجيتا لتصويب مسار الاقتصاد الدولي في هذا التوقيت. القضيه حضرتك ليست قضيه ديون وليست قضيه تنبيه بسلوكيات الدول الكبرى تجاه الدول الناميه والالتزامات التي فرضها المجتمع الدولي في مراحل ما بين ازمه كورونا وارتدادات الازمه الروسيه الاوكرانيه. هي رساله تنبيه سياده الرئيس وجهها من باريس الى العالم، بمعنى انه لابد ان يكون هناك تصويب لمسار النظام الاقتصادي العالمي، اللي هو النظام القائم على فكره الراسماليه الموجهه وصناديق المال والصناديق الاقتصاديه اللي هي وفق النظام الراسمالي المعتاد. جزء مما يجري هو مرتبط بعلاقه تحتاج الى تصويب ما بين الدول الناميه والدول الكبرى اللي ليها مسؤوليه كبيره. البعض يتصور حضرتك سياده النائب انها مرتبطه بالالتزامات الخاصه بالتغيرات المناخيه، وطبعا من باريس الى الشرم ومن الشرم الى الامارات خلال الاشهر المقبله في النسخه الجديده من هذا المؤتمر. رساله مهمه سياده الرئيس اراد ان يقولها، انه لابد للدول الكبرى ان تلتزم بان تقدم هذه النسب المحدده. هي ليست تعويضات لكنها أطر حاكمة وأرقام حاكمة ومؤشرات لعلاقة هذه الدول بعضها ببعض. الأمر الآخر، هي ليست القضية في 100 مليون دولار، لكن هي القضية مرتبطة بعدم وفاء هذه الدول بالالتزامات، لأنه كانت في التزامات متعلقة بتصويب وتصحيح مسار النظام الاقتصادي العالمي وتحديد اتجاهاته، لأن اتجاهات النظام الدولي، نظام الاقتصادي الدولي متعدد الأقطاب، قام على فكرة محددة ومنضبطة، هي أن صناديق المال الدولية والمؤسسات وهياكل التمويل الاقتصادية فيها خلل ارتبط طبعا بتسييس المعونات والمساعدات في مراحل معينة، وارتبط بطبيعة الحال بمحاولة لإصلاح وتقديم روجيتات لبعض الدول اللي هي محتاجة إلى المساعدات. المديونية العالمية كبيرة للغاية، حضرتك متابع جيدا وأنا أعلم ذلك، موضوع سقف الدين الأمريكي طبعاً. الولايات المتحدة أكبر دولة في العالم، كانت هناك إشكاليات متعلقة بتحديد سقف الدين ونسب الفايدة، وطبعا كان في مشاكل كبيرة في الولايات المتحدة، وارتبطت بطبيعة الحال بتحديد شكل سقف الدين العام والتعامل معه. العالم كله أصبح مديون، يعني لا توجد، رغم أن الولايات المتحدة بنقول أكبر دولة في العالم لكنها تعاني من هذه المشكلة، فما بال حضرتك الدول النامية والدول التي تضررت من أزمة كورونا وارتدادات الأزمة الروسية الأوكرانية. وبالتالي رسالة السيد الرئيس في باريس كانت بتركز على هذا، إذا أردتم تمويلا وتصويب مسار هذا النظام النقدي لابد من إصلاحات هيكلية مفصلية حضرتك في استراكشر النظام الاقتصادي العالمي اللي هو بتديره الولايات المتحدة والاقتصاديات الليبرالية في العالم. إذا تم هذا أنا أعتقد سيكون هناك عالم أكثر إنصافا، لأنه هناك بطبيعة الحال خلل بنيوي في العلاقات الاقتصادية الدولية والاقتصاديات التنموية، وإحنا بنتكلم حضرتك على التجارب التنموية في العالم، علينا أن نفهم جيدا وندرك أن حضرتك لا يوجد نموذج واحد، يعني ليس صحيحا أن النموذج الليبرالي الأمريكي هو النموذج الأصلح لإدارة الاقتصاد العالمي. هناك طبعا تجارب تنموية كبيرة، يعني الصين على سبيل المثال طبعاً. المجموعات الأسيان، مجموعات شنغهاي، طبعا التجمعات دي مهمة للغاية طبعاً. والصين برغم نظامها السياسي طبعا هي أكبر اقتصاد عالمي، ودخلت في مناطحة ومناكفة مع الولايات المتحدة في إطار عالم متعدد الأقطاب، فبالتالي لا يوجد نموذج ليبرالي واحد. ما أراد السيد الرئيس أن يقوله بصورة مباشرة ووجه رسالة فيه إلى الدول الكبرى هي موضوع الالتزامات، سواء كان الملايين اللي تم تحديدها للاقتصاديات التنموية وجزء منها بالتجارب التنموية الناجحة. في تجارب تنموية ناجحة عديدة في دول العالم لم تقتصر حضرتك سيادة النائب على الولايات المتحدة، وهذه هي النقطة المهمة. إذا أردت أن تبني اقتصاد دولي عالمي جديد طبعا لابد من سياسات مالية ونقدية، لابد من إصلاحات هيكلية في
مفاصل هذا الاقتصاد بقطاعاته التنموية المختلفة، ان التنمية المستدامة لا يمكن ان تتم بين اقاليم وقطاعات مختلفة من الدول اللي هي بتعاني من خلل بنيوي في اقتصادها. لكن في النهاية انت امام عالم جديد يتشكل، هذا العالم الجديد الذي يتشكل ليس على المستوى السياسي فقط لكن ايضا على المستوى الاقتصادي. الرسائل التنبيه المبكرة اللي اطلقها السيد الرئيس في باريس مهمة للعالم، العالم الرأسمالي الكبير فرنسا، النظام الدولي سواء كان بريطانيا أو فرنسا أو الدول الكبرى، نحن نتحدث عن حقوق وإنصاف للدول النامية. لهذا طبعا بتجد كلمة السيد الرئيس صدى كبير، ربما كان التغطية الإعلامية الكبيرة لكلمة السيد الرئيس كان مهمة، أنه صاحب تجربة كبيرة في الشرق الأوسط، الرئيس له مصداقية كبيرة في الإعلام الغربي وفي الدوائر الغربية المتعددة. يعني هي روجيتا كاملة سيادة الرئيس أطلقها بوضوح من فرنسا إلى العالم للتأكيد طبعا على حقوق الدول النامية، وبالتأكيد وبطبيعة الحال هذه روجيتا صالحة للعمل، يعني ليست في قضية التغيرات المناخية أو التنمية المستدامة أو المديونية أو التعهدات الكبيرة اللي طرحتها الدول في مؤتمر الشارم حضرتك كما تعلم الخاص بالمناخ، لكن احنا بنتحدث هنا عن إطار أشمل تطرق إليه سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ووجه منه رسالة إلى الدول الكبرى. طب دكتور طارق، ايه اللي بيحول دون انه الدول الكبرى تتحمل المسؤولية، على الاقل المسؤولية المادية، الا وهي المئة مليار السنوي؟ يعني ايه اللي منعهم من ده؟ نحن نرى، انا فاهم انه تمويل الحرب بالنسبة لهم احلى واجمل، بيحبوا كده جدا، لكن ايه الحيلولة دون ان هم دول العالم كلها الكبيرة الصناعية الكبرى على الاقل تدفع المئة مليار دي ولا حاجة؟ يعني سيادة النائب، هناك فكرة تسييس المساعدات والمعونات والتعهدات والالتزامات الدولية. التسييس ده معناها إيه؟ أنه التعهدات بتتم في المؤتمرات الدولية، صح. وطبعا أنا أذكر حضرتك أنه أيضا بالنسبة لحل القضايا في العالم، يعني قضية الإعمار في بعض الدول الكبرى، طبعا مشروعات الإعمار في سوريا، في ليبيا، في السلطة الفلسطينية داخل فلسطين وغيرها، في تعهدات كبيرة، صح. بتقوم بها الدول، لكن التزامها لا يحددها القانون الدولي. بالتالي هنا بنتكلم بقى على فكرة تسييس المساعدات. هناك دول كبرى تلتزم بتقديم مساعدات، لكن ما بين قوسين كده حضرتك وفق مفهوم التسييس. تسييس يعني ايه؟ يعني يمكن ان تعطي للدولة سين ولا تعطي للدولة صاد، وفق حساباتها، مصالحها، وفق ايضا لدوائر نفوذها وتأثيرها. يعني انظر حضرتك سيادة النائب للصين في تعاملها مع الدول في جنوب شرق آسيا، طبعا. على سبيل المثال من الدعم الاقتصادي وتحركات تحت مجموعة الآسيان وشنغهاي وغيره، طبعا في تجمعات والبريكس طبعا، لكن في جزء منها أيضا مرتبط بالالتزامات الدولية. يعني على سبيل المثال حضرتك فرنسا بتلتزم مع مجموعة الفرنكوفونية في أفريقيا، بريطانيا بتلتزم بمجموعة الأنجلوفونية، طبعا دي كل دول معاها مراكز النفوذ والتأثير. ده بيأثر في ايه بقى؟ في توجيه المساعدات لهذه الدول. لكن الالتزامات الكبرى اللي بتطرح في المؤتمرات الدولية او من خلال يو ان، الامم المتحدة، يونايتد نيشن، بتدي حضرتك هنا بقى سيادة النائب التزامات عامة، فكل دولة بتحدد الاطر اللي هي بتتحرك فيها. زي بالظبط حضرتك سيادة النائب بتتم في التزامات حضرتك في صندوق النقد الدولي، ليك حصة وأنصبة ونسب تصويت فوتينج معينة، وهذه الميزانيات بتحدد إيه حضرتك؟ آليات التحرك، آليات الدعم، البرامج والمساعدات. إذن العالم لا يعرف الإنسانية، العالم تحكمه قواعد سياسية. واليوم القوى الكبرى بتتعامل حتى في مجلس الأمن وخارجه إنه غابة سياسية كبرى، فكيف تطلب من الدول الكبرى أن تلتزم بتقديم المساعدات اللي حضرتك حددتها، صح. في مؤتمرات دولية، إنما هي بتلتزم في إطار علاقتها ودوائر نفوذها بالوحدات والدول السياسية. والله يا دكتور بقدر ما لدي يقين باللي حضرتك لسه قايله، بقدر ما أنا كنت سأل السؤال علشان بس الناس تسمع، لأنه أنا كنت أظن أنه، والحمد لله أنه طلع الكلام كده، ده تقريبا نفس الكلام اللي كنت بقوله في مقدمة الحلقة. فأشكرك يا دكتور طارق، نورتنا وشرفتنا كما جرت العادة. دكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية.